إذن قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استقالة وزير العمل معا القطامين بعد مرور 24 ساعة من أدائه اليمين الدستورية في التعديل الوزري الأخير بحكومة بشر الخصاوني. هذا وأفاد التلفزيون الأردني بأن الملك عبد الله وافق على تكليف وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح بإدارة وزارة العمل اعتبارا من اليوم. يأتي ذلك ضمن تعديل وزاري على حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاوني. شملت أيضا التعديلات وزراء الداخلية والعدل والمياه والري والثقافة والنقل والزراعة والتعليم إلى جانب وزير الدولة لشؤون الإعلام. قدرت إرادتكم للحديث أكثر عن استقالة وزير العمل الأردني تنضم إلينا من عمان مراسلة الشرق دانيا المعايطة. أهلا بك دانيا معنا في ألوان الشرق لليوم. استقالة وزير العمل الأردني معنا القطامين من منصبه بعد يوم واحد فقط على أدائه اليمين الدستورية. ما الذي حدث دانيا؟ أهلا بك هديل. نعم، الذي حدث أنه قام رئيس الحكومة بشر الخصاوني قبل التعديل الوزاري الذي تم يوم أمس بلقاء وزير العمل مع القطامين، وتحدث له أنه أمام ثلاث خيارات، إما أن يختار بأن يكون وزيرا للعمل أو يستلم ملف إدارة الاستثمار التابع لهيئة الاستثمار أو أن يقوم بتقديم استقالته، ولكن وزير العمل مع القطامين وافق على استلام حقيبة العمل وأدى اليمين الدستورية أمس أمام العاهل الأردني وأيضا أمام رئيس الحكومة، ولكن عاد ليتراجع عن هذه هذا اليمين الدستوري وعاد ليطلب الاستقالة مرة أخرى، وتم الموافقة على الاستقالة من قبل العاهل الأردني. هذا يعني أن وزير العمل قدم استقالته لأنه رفض أن يكون يحمل حقيبة واحدة فقط، وأراد أن يحمل حقيبة العمل والاستثمار الذي كان يحملها في الأيام الماضية، ولكن حسب رئيس الحكومة بشر الخصاوني أن هذه الوزارة لم تأتي بالبرامج التي يجب عليها أن تقوم بها في الوقت الماضي، لذلك كان هنالك لا جدوى من الاستمرار في العمل في هذه الوزارة ودمج وزارة العمل مع وزارة الاستثمار، لذلك تم اعتمادها فقط كملف يتم إدارته من خلال هيئة الاستثمار. طيب ماذا عن وزير الصحة دانيا؟ لم يتغير بحسب معلوماتي، إلى أي مدى هذا دليل على أن الأمر على ما يرام، خاصة أن هنالك ارتفاع في أعداد الإصابات ملحوظ بفيروس كورونا؟ أتحدث عن عمل الوزير طبعا. نعم هديل، الوزير نذير عبيدات لم يتغير خلال التعديل الوزاري، وذلك لأسباب عدة أبرزها أن الوضع الوبائي اليوم في الأردن مقلق جدا، وهو على اطلاع في هذا الملف منذ أيام الذي كان يحمل سعد جابر وزير الصحة السابق هذا الملف أيضا، وكان هو من عضو في لجنة الأوبئة، لذلك هو على اطلاع دائم. لا يمكن الآن أن تأتي الحكومة الأردنية بوزير جديد للعودة لبحث هذا الملف وفتح هذا الملف، خصوصا أنه أصبح على اطلاع في موضوع اللقاحات، الأسباب وراء الارتفاع الأعداد، أعضاء لجنة الأوبئة، كل الأمور المتعلقة في هذا الملف. ونحن نتحدث عن وضع وبائي مقلق جدا في الأردن اليوم هديل، تقريبا سجلنا أكثر من 7000 حالة وأكثر من 50 وفاة، فهذه أرقام مقلقة جدا، فلا يمكن الآن أن يقوم رئيس الحكومة بتغيير الوزير في الوضع الحالي، لأننا نمر في مرحلة حساسة جدا هديل. طيب ماذا بخصوص ردود الفعل بشكل عام على التغير الوزاري الجديد؟ كيف قرأه الشارع الأردني؟ هديل بشكل عام التغيير بشكل عام الشارع الأردني لا يرتقي له هذا التغيير كما تحدث الشارع الأردني وكما رصدنا أيضا، لأنه يعتبر أن ليس هنالك برامج فعلية على أرض الواقع يقوم بها الوزراء، ولكن نحن نتحدث عن تغيير في المناصب وليس في الأسماء وفي البرامج. ولكن إذا أردنا أن نتحدث عن التغيير الذي حدث على وزير العمل تحديدا والتعديل الذي تم وتقديم استقالته، كان هنالك استهجان واضح من قبل الشارع الأردني حول هذه الاستقالة، واعتبر أن الشارع الأردني أنه لا يجوز على وزير العمل أن يقوم بأداء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني ومن ثم أن يتراجع عن هذا اليمين، واعتبر البعض أن ما يقوم به هذا الوزير هو فقط لمصالح خاصة ومصالح شخصية، والهدف منها ليس خدمة الشارع الأردني وخدمة المجتمع، خصوصا أنه رفض أن يكون في الحكومة الحالية لأنه تم سحب منه لقب وزير الاستثمار وبقي على وزير العمل فقط. إلى أي مدى الأجواء والتي تتعلق بجائحة كورونا والوضع بشكل عام في الأردن دانيا يعي الشارع بأنها تستلزم كل هذه المتغيرات على المستوى الوزاري وأيضا على مستوى الحقائب والوظائف والوزراء والأعمال بشكل عام؟
يعني هديل الشارع الأردني يتمنى أن يكون هنالك إجراءات فعلية من قبل الحكومة الجديدة وأيضا الحكومات السابقة حول هذه الجائحة. البعض يرى أن ما قامت به الحكومة الحالية والحكومات السابقة هو خطأ في الإجراءات نتيجة يعني استمرار الارتفاع في الإصابات. نحن نتحدث عن إصابات مرتفعة جدا مقارنة بالأسابيع الماضية. نحن أمام يعني خيارات عدة، أولها عدم التزام من قبل يعني المواطنين، وأيضا بالمقابل ليس هنالك إجراءات مشددة من قبل الحكومة، هنالك بعض التجاوزات يعني من قبل الحكومة من خلال الاستخفاف في العقوبات. هديل يعني من الممكن أن نمر في الشارع الآن وأن يعني لا يتعرض لنا أي أحد من رجال الشرطة ويقول لنا مثلا ارتدوا الكمامة، من الممكن أيضا أن يوجه لنا عقوبة. يعني ترجع هذه الأمور إلى حسب شخصية الرجل الشرطة الذي يتواجد في الشارع، فليس هنالك إجراءات فعلية وحازمة يعني إلى حد ما نستطيع القول في الأردن. لذلك هنالك مطالبات من قبل الشارع بأن يكون هنالك إجراءات حازمة نتيجة الخوف من هذا الارتفاع الهائل. يعني نحن أمام سيناريوهات متعددة حول هذا يعني الأرقام، لا نعلم أنه سوف يكون هنالك في الأيام المقبلة حظر أم لا. نحن بانتظار يعني ماذا ستقوم به الحكومة الحالية، خصوصا أننا نتحدث عن ارتفاع في الإصابات، خصوصا أيضا أننا نتحدث عن يعني عدم توفر اللقاحات أيضا هديل، وهذا يعني هذه نقطة مهمة جدا. الحكومة الأردنية تطلب من المواطنين اللجوء إلى المراكز الصحية لأخذ اللقاحات، ولكن بالمقابل نحن نتحدث عن ضعف في توفر اللقاحات، وذلك طبعا نتيجة الاتفاقات بين الشركات. فلذلك يعني نحن نستطيع أن نقول بأننا في دائرة ليست واضحة هديل في الأردن، ونتمنى السلامة أكيد لك وللجميع هديل. وأنا أتمنى لك كل عام وأنت بخير في يوم المرأة العالمي. شرفتينا، كنت معنا دانيال معايطة من العاصمة الأردنية عمان مراسلة الشرق، شكرا جزيلا لك.